راديو سوريالي يقدم المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. ألو ألو، سامعيني؟ هذا موبايلي ولا موبايلي؟ انقطع الخط يعني؟ طفت موالدي. لا 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 لا، عم ببعث لك على الواتساب، حاكيني على الفايبر. خطاني ما بعرف وتعي مالك، شو عامل؟ أنا بيحكي معانا على الساعة 1 بتوقيت سوريا. رح نقله للفايبر. خلص ليك، بعثت له على الفيسبوك. ايه، ما عم يعني ليه؟ ما عم يعني. هنا سوريا، انتم تستمعون الينا بتوقيت سوريا. شو كوسار، ما صار لازم نرجع لبيتنا؟ لساتني مقهورة ومتأذية من الشي اللي عملته. بس نحن متفقين يا كوسار، متفقين على هالموضوع سابقا. شو يعني متفقين؟ ليكك انت يلي ملصت من هالاتفاق وانسحبت منه واستخدمت العنف. يا حبيبتي والله يعني لما استفزتني. هون حطنا الجمال. لما الموضوع صار يخز ذكوريتك ورجوليتك، صار التمييز الإيجابي ضرورة والعنف مسموح. وانت عم تكيفي الاتفاق على كيفك، يعني بدك تفهمي عهدنا واتفاقنا مثل ما بدك، عم تفسري لصالحك. ابدا مو هاد يلي صار. على فكره رح نضيع عمرنا ووقتنا ونحن عم نتشارع على هيك صار وما صار. بقى شو الحل؟ شو بدك؟ بدك من الاخر؟ لا انا ولا انت بنعرف شو بدنا، ومو بسبب وضعنا هاد يلي وصلنا له. لا اكيد من الاول في شي غلط بعلاقتنا، شي غلط له علاقه بالثقه. لا معناتها هيك نحن بازمه، مو مجرد مشكله. المشكلة بتنحل ويمكن حلينا ثلاث ارباعها، بس يلي عم تسميه حضرتك أزمة بدها بداية جديدة، بداية على نور. ماشي ستنا، منين بدنا نبدأ؟ أنا حالياً فيني أبدأ بشغلات بسيطة، يعني إني أقول لك الشغلات يلي ما بدي إياها. يعني حضرتك مو عارفاني شو بدك، عارفاني بس شو يلي ما بدك يا. طيب أنا كيف بدي؟ صراحة إيه نعم، بس انت لازم تساعدني لانه ازمتنا مشتركه. يا كوسر يا كوسر، اذا انت مو عارفاني شو بدك، انا شلون بدي لبيكي؟ حاليا ما بعرف، ما بعرف، لازم دور واطلع وافهم بالاول. شو بدك تفهمي؟ انا عم اشرح لك كل شيء وفهمك يا. ما بعرف، ما بعرف، عن جد ما بعرف. انا مو قدراني احدد، في شيء ناقصني، في شيء محتاجته، بس ماني عارفاني شو هو بالضبط. أصبح شو بدك بالعقد الجديد؟ ما بعرف يا كريم، يمكن التغيير أحياناً بيكون مفيد. كوسر، كريم، قوموا تعالوا، رح حط الغداء. فوتي أمي، فوتي. عم دقلك على الفايبر، ليش ما عم تردي؟ ايه طافيته، كنا عم نحكي كلمتين. ما خلصنا لسه. لك بنتي، طلعي بقى، طلعي من موضوع الخسة وقوموا، قوموا خلونا ناكل لقمة على رواق، خلونا نعملنا قعدة غدا رايقة، اسم انه في كهرباء. ليكي هلا بتكون رجعت نعمات من حاكيها. صبت، هي هي يا سلام احلى هي. شو هي اللي زبطت؟ لك عملت مجموعة، تعتي شوفي، عملت مجموعة عسكرية فيها بيت نعمات وبيت شوكة سوا وبيت كريم، ونحنا هيك بنحكي كلنا مع بعضنا. ها ليكن طالعين سوا على الشاشة شايفين؟ ايه قديمة هاي، بلا تعلمتها لحالها. لا شلون لحالي، تميم ساعدني. تعالوا تعالوا خلصوا. لك كريم كوسا، تعالوا تعالوا. نعمات نعمات، تعي 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 تعي، شفتك، تعي تعي شفتك مرأة، تعال لهون. أهلين بابا، كيفك؟ منيح. لك مين هاي كوسر هون؟ مرحبا يا جماعة. وشوكات وفاتن، يا سلام على هالجمعة، كأننا عم نتغدى سوا والله. شو طابخين؟ أهلين نعمات، مشتاقت لك والله. شوكات فاتن كيفكن؟ لك شو الأخبار؟ أهلين وسهلين. عاملين مجدرة وسلطة. يا سلام عم جدرتك يا حماتي. مجدرة؟ ضروري تقولوا قدامي، هذا الأكل كانوا يقدمونا يا بالمعتقلات. ولك كول الصاعة كلها يلي قضيت لي إياها بالمغفر، صار بدي أعمل لي معتقلات ومدري شو. يابي يابي، الفكرة مجرد وقوفي أمامهم خلتني أحس بشعور كل رفاق النضال يلي عانوا منه. هلأ لا تدوخوني، تعي لهون نعمات، حكي لي شو قصة تتجوزوا من جديد هاي؟ هاتي لنشوف. شو أمي؟ زواج، زواج مدني. إيه؟ إنه يعني كنتي مجوزة جواز عسكري يعني؟ يعني إذا ما كان مدني فبيكون عسكري؟
شو هالحكي أمي؟ كل القصة أنه نحنا ما سجلنا العقد هون، فقلنا بنعمل واحد جديد حسب القوانين اللي موجودة بالبلد، وين المشكلة؟ لك شو عم تحكي أنتي؟ هذا حكي عاقلين، ليكي لا يغربن عن بالك أنه كل هاي القوانين. هذا قرار أخذناه أنا وتميم بكامل حريتنا ونحنا مسؤولين عنه. ولك شو قرار ما قرار أنتي التانية تعملي لي هلأ؟ شو يعني أنه ما دخلنا يعني؟ روق بابا روق انتو اهلنا وعلى راسنا من فوق كريم، بس هي حياتنا ونحن قدرة فيها. احكي لك كلمة، لك شو هالتخبيط؟ شو بدي احكي؟ وحدة بدها تعدل عقد زواجها والتانية بدها تبدله كله على بعضه. هذا حقنا. ايه والله حقكم. ست فاتن شو رأيك؟ مين انا؟ فاتن قومي من هون، قومي ساوي لي كاس شاي. لك حاضر ابن عمي. شو اخي ليش قومت لمرتك؟ لا تقلي ما رح تجيبها وتجوا على حفلة العرس يلي رح نعملها. لسه بتقول عرس؟ لك استحي على دمك، لسه بتعيدها وبتفتقها عليك. وما أنا مستحية بالمرة، أنا مالي موافق على جوازك كلها ليكي، وأمك كمان مالا موافقة. أيوة. ايه مالا موافقة. وبعدين ليكي لا يغربن عن بالك انتو لا والله... يغربن عن بالكم اني فوق ال 18 سنة وبالغة وراشدة، وهي حياتي وأنا مسؤولة عنها. طولي بالك حكي رؤي، مو هيك بيشرحوا الموضوع. لا تميم خلصنا، ما وصلنا لهون غير هالحكي. هاي بلاها وهي ما لا طعمة وهي بيحكوا علينا الناس فيها. قصدي انه خلينا نشرح الموضوع بطريقة تانية وننطر لحتى يتفهموا. الصدام مو دائما حل. حاجتنا مجاملات بقى، كل انسان بيعرف يرتب حياته ويعمل اللي بيناسبه. ايه بس نحن ما بيناسبنا هالحكي يا بنتي. ايه ما بيناسبنا. ما بيناسبنا. لا ما بيناسبنا. حتى اذا كان بيناسبهم الون نحن ما بيناسبنا. ما بيناسبنا. انه ليش مثلا بيناسبك دواء الضغط وحبه الاسبرين اللي بتاخديها من عندهم، وليش بيناسبك البراد والغساله والسياره وهالكمبيوتر يلي هلا جامعنا؟ ما بيناسبكم هذا النوع من الزواج. لانه مو من توبنا. مو عم اقول لك يا بنتي هاي الجوازه باطله. ايوه يا مرتعبي يا مرتعبي، نحن مجوزين شرعي بقى، شو فارقه معك؟ خلاص نطوا سطر، نحن هيك مقتنعين وحابين نبدا حياتنا الجديده هون. شبكون اكيد بس مو هيك بتبلش الحياه، مو هيك في اصول لك اخي. بابا الحرية لا تتجزأ، العقل الحر يعني تفكير حر ورأي حر. الله حيو أختي، الله حيو. هيك ها؟ وهي الشاي، لك تفضلوا شاركونا يا جماعة. بس برضو الوالد معه حق، يعني بتعرفي أختي الضب شوكت هلأ، يعني وقت رجعت فاتن صار بدك تغير رأيك مشان تضلك على ما أنت معها؟ أعوذ بالله، فاتن غير شكل، فاتن فهيمة ومطيعة وما تأثرت بكل المظاهر الخداعة. خلص شوكت خلص، هالحكي راح أوانه من زمان، حاجة نصير بوجين. إيه علينا، على أساس بدنا نزهرمنا الأمي مع بعضنا قال مثل عيلة واحدة، وإذا طلع الاستعمار لهون لاحقنا كمان. لا عمي، نحن مبسوطين كتير بهالجمعة وهذا حوار مو خناقة لا سمح الله، يعني مو لازم نخسر بعض لمجرد أنه اختلفنا بالرأي. بالأخير الصح صح وبيمشي على الجميع. يعني بدك يانا أنه نوافق أنه تتجوزوا أنت وتميم بالباطل؟ سمعت. لا هيك تخينة وما حدا بيقبلها. هيك تخينة. الله عليك أخي كريم، تقبل رجولة أن تنال من يطاولها. أنت ست بوزة تقبل يقطع عمرك وعمر هالاجتماع العائلي ما أغلظه. بتقولوا لي ليش صار فينا هيك؟ أقسم بالله أنه منحبكم أنا وتميم، ليش هيك عم تساووا؟ خلص جودات سكر سكر بلا ما تكبر بيناتنا، سكر هلا. ليكو انا معكم ها، نعمة وتميم انا معكم، عم تحكوا كتير صح. تسلمي لي كوثر. لك لح يا عمي، ليش سكرت الخط؟ هيك احسن عشان ما نخسر بعض. مين عاد له نفس ياكل؟ انا يلي الي نفس ومتفائله الا ما يجي يوم ونصير مضطرين نساوي مثل ما هن ساووا، والا ذنبنا على جنبنا. نجيب نصير. قام بأداء الأدوار لهذه الحلقة حسب سماع الأصوات: جورج دعبول، الويزة عبد الكريم، سلافة عويشي، محمد آل رشي، ريم علي، رنيم داغستاني، عمرو سواح، وبسام داود. الهوية الصوتية عبد الكريم الحلبي. معالجة وإخراج درامي بسام داود. مكساج وإخراج إذاعي ديما البيطار قلعاجي. بتوقيت سوريا مسلسل إذاعي من إنتاج راديو سوريا.